أعزائي المشاهدين، حياكم الله معنا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي. وضيف المتواجد معنا دائما الأستاذ فهد العبد الجليل وغازي، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا أبو فهد، حياك الله يا ساعة المباركة، وأنا سعيد بتواجدي معاكم خلال هذا البرنامج. بغازي، تحب علي الملة؟ طبعا من ما يحب علي الملة؟ فدائي، لاعب نادي العربي طبعا فدائي، يعني هذا اللاعب يعني ما أطلق عليه هذا اللقب فدائي إلا فعلا يعني ضحى بالكثير يعني من أجل رفعة يعني سمعة الكرة الكويتية، يعني من أجل تحقيق إنجاز، يعني من أجل الفوز. صحيح، صدق إنه في فترة السبعينيات اللي هو كان وقتها النادي العربي كان مستواه جدا عادي، وكان يتعرض لخسائر كثيرة، خسر من الكويت 5، خسر من السالمية، خسر من كاظمة، خسر من القادسية 6-1. يعني كان يسألونه فترة السبعينات في منتصف السبعينات، قالوا له متى تعتزل؟ يقول ما راح اعتزل إلا لما أرفع الدوري. أرفع بعد 10 سنوات بالفعل استطاع في موسم 79-80 الفوز باللقب مع ديف مكاي ومجموعة جميلة من اللاعبين. بعدها اعتزل واتجه لمجال التدريب. أنا أشوف في مجلة طبعا موجودة. هذا اعتزال، هذا كتيب اعتزال اللاعب الدولي علي الملة، هني في هذا محمولا على شركة نفط الكويت، ملعب شركة نفط الكويت. في المباراة هذه استطاع من نادي العربي الفوز باللقب بعد غياب، شوف حتى بعد غياب 10 سنوات. شوف اللاعب هاي 79-80 79-80 هذه في ملعب الشباب، في ملعب شركة نفط الكويت. يومها النادي العربي تعادل مع الشباب 1-1 بعد ما كان متقدم الشباب بهدف احرزه دليهي الهاجري، قدر احمد عسكر يحرز هدف. طبعا اللقب طبعا هني على الملة ضم تشكيل يعني فريقه في اخر موسم له مع النادي العربي، هذا اخر موسم صحيح اللاعب علي الملة، وهذا الدرع موجود مع النادي العربي. نذكر اللاعبين الموجودين، موجوده مجموعه من اللاعبين، نتكلم عن عبد النبي حافظ، بدر علي الملة، بدر عباس، عبد الله بلوشي، عدنان عبد الله، احمد عسكر، علي حسين، مجموعه بعد عبد الرضا عباس، نجا شملان السدره، هني موجود ديف مكاي، ايضا علي مندني موجود، موجود سامي الحشاش، حسن عاشور، اسماعيل حسن، اسماعيل ياسين حارس مرمى النادي العربي اللي انتقل بعدين لنادي الكويت. فمجموعه بالفعل يمكن غايب بينهم محمد كرم هني مو موجود، لكن هذه مجموعه تعتبر جيل ذهبي للنادي العربي قدر يحصد او اليابس والخضر. يعني كان صورة صاحب السمو الآنذاك أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر رحمة الله عليه، الله يرحمه. صحيح، وتالي صورة الشيخ سعد الله يرحمه، ولي عهد ورئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء. وبعدين طبعا كلمة لشهيد الشيخ فهد الأحمد جابر صباح، صحيح، عضو اللجنة الأولمبية الدولية آنذاك بحق اللاعب طبعا علي الملة. كذلك هناك كانت كلمة لنايف جابر الأحمد، الشيخ نايف جابر الأحمد رئيس مجلس إدارة النادي العربي، يعني تكريم الملة هو تكريم للرياضيين. يعني هذا اللقاء مع طبعا كلمة الشيخ فهد الأحمد الله يرحمه، وهني طبعا كلمة الشيخ نايف الجابر. طبعا هذه تشكيل منتخب الكويت 74، طبعا 74، ويضم طبعا من اليسار علي الملة، حسين محمد، جاسم يعقوب، عبد الله العصفور، محمد شعيب، صالح عبد الله. طبعا جلوسا من اليسار عيسى الجساس، فاروق ابراهيم، حمد محمد، احمد طلبوش، سعد الحوطي، ومحمد سلطان. صحيح، هذه طبعا تشكيله منتخب الكويت في عام 1974. كان معاهم طبعا عنصر اساسي كان لاعب علي الملة. طبعا الكتاب جدا قيم، لكن راح نتناوله بعد الفاصل. فاصل اعزائي المشاهدين وراجع لكم. رجعناكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل وتكملة حلقتنا عن اللاعب الفدائي، لاعب المنتخبين الوطني والعسكري، ولاعب النادي العربي الكابتن علي الملة. طبعا هذه حياتي، هني طبعا حياة اللاعب، هني باللبس المدني، وهني صورة مع البراعم علي الملة. طبعا نبدي يقول يعني بالبداية بدأ أول يعني ملامح كلاعب كرة قدم يعني في الفريج، هذا يمكن أغلب اللاعبين أكيد صحيح الكويتيين يعني بدأوا في هذا. يعني طبعا
احدى الساحات المطلة على الشارع، لعب طبعا ضمن بعض يعني مع بعض اللاعبين المعروفين مثل جواد مقصيد، صالح ربيعه لاعب كره السله. في الفريج كانت البدايه، وفي الفريج كانت الانطلاقه. وفهد طبعا حقه هو وزملائه الى النادي العربي، وكان عمره في ذاك الوقت 11 سنه يوم التحق النادي العربي. كان طبعا فريق الاشبال، وكان يعني ضمن فريق اول فريق اشبال مثل النادي العربي. مدربهم كان في ذاك الوقت عباس حياة، وتدرب ضمن فريق الأشبال حتى وصل إلى فريق الناشئين تدرج، اللي كان يشرف عليه طبعا في ذلك الوقت بورهي. في عام 68 كان من ضمن صفوف الفريق الأول للنادي، يعني بدأ بالنادي العربي من الأشبال صحيح. إلى وصل 68 النادي طبعا فريق النادي الأول مع جاسم يعقوب. نعم طبعا كلاعب احتياط كان حتى عام 70، من 68 إلى 70 كان لاعب احتياط، ومثل النادي العربي كلاعب أساسي ضمن الفريق الأول في عام 71، وعلى التحديد بتاريخ 2/1/71 مثل يعني مثلت المنتخب الوطني، لعب أول مباراة ضمن صفوف المنتخب مع فريق شباب ألمانيا الديمقراطية. ومنذ ذلك الوقت وحتى سنة 77 وهو طبعا يمثل المنتخب الوطني. أما بالنسبة لفهد حق المنتخب العسكري، لعب يعني ضمن صفوفه لأول مرة ضد المنتخب الأردن في عمان، طبعا في التصفيات النهائية لبطولة العالم العسكرية في الكونغو، برازفيل، في البرازيل، برازفيل الكونغو. الكونغو نعم. كذلك بطولة العالم العسكرية في ألمانيا الاتحادية صحيح. كذلك التصفيات النهائية لبطولة العالم العسكرية التي أقيمت في الكويت. طبعا طول هذه المدة اللي قضاها في الملاعب تقريبا هي حروة 18 سنة أبو فهد كلاعب من صفوف النادي العربي الرياضي والمنتخبين الوطني والعسكري، تدرب على يد من المدربين يعني اعتز فيهم، لكن يقول يعني هو مدين بالشيء الكثير لأمثال كارل بورهي وإيفان بروشيتش ومكاي وميشيل غرابتك، يعني هذه كان المدربين اللي هو كان مدين لهم خلال مسيرته الكروية. اللاعب أو الكابتن علي الملا من أفضل اللاعبين اللي مروا في تاريخ النادي العربي، لكن للأسف وأقولها عبر هذه الشاشة أن تكريمه لم يكن بالتكريم اللاغ. إذا أنت تنظر لعلي الملا فإنك تنظر لجاسم يعقوب، شوف تكريم جاسم، شوف تكريم العنبري، شوف تكريم فتحي، شوف تكريم فيصل الدخيل، النجوم اللي أساساً كان مع علي الملا. تكريم علي الملا للأسف كان في مباراة رسمية في بطولة مجلس التعاون الأولى، كان في مباراة نادي النصر السعودي مع نادي العربي في الكويت، مباراة رسمية. بدأ بس مباراة يعني دخل مع الفريق وسلم، لدرجة أن نادي النصر رفض أنه يلعب 10 دقائق مباراة تجريبية. وتكريم للاعب علي الملا اللي أساسا حتى 10 دقائق مباراة اعتزال ما لعب، كرموه وهو واقف مع اللاعبين وطلع ومباشر عمله كمساعد لديف مكاي في المباراة هذه. تصوروا نجم من 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 أفضل نجوم السبعينات، يمكن في فترة من فترات كان ممثل النادي العربي الوحيد في المنتخب اللي هو الكابتن علي الملا، يكرم بهذه الطريقة للأسف في تاريخ النادي العربي. ما كرم لاعب نفس التكريم اللي كرم فيه علي الملا، وما في لاعب قدم للنادي العربي ما قدمه علي الملا. لاعب صبر بالسبعينات، السبعينات الفترة اللي كان نازل فيها النادي العربي صبر فيها علي الملا، لكن للأسف النادي العربي ما كرم علي الملا التكريم الآخر. الروح التجوري عندك أبو غازي. طبعا أنا بس بضيف معلومة يعني أساس حفظا للحقوق، أن يعني هذه هداء هذا الكتيب من أخوي الغالي طلال رميضي أمين عام رابطة الدباء. طبعا عندي صورة وهي يعني هذه الصورة الجميلة، صورة لمحمد إبراهيم في دورة كأس الخليج العاشرة عام 90 التي أقيمت في الكويت والإمارات. هذه مباراة محمد إبراهيم انتهت 6-1، أحرز فيها 4 أهداف محمد إبراهيم. صورة جميلة، صورة اتخذت في زاوية الجمهور يعني من أفضل الزوايا يعني المقابلة أبو فهد. نعم صورة مع أعتقد مع عبد الرحمن محمد أو يعني هذه مباراة تتويج فزنا على منتخب الإمارات 6-1، كانت آخر مباراة مع الكابتن محمد إبراهيم. نصل لنهاية حلقتنا لهذه الليلة، تقبلوا تحياتي وتحيات أخوكم فهد العبدجيري، إلى أن ألقاكم في حلقات قادمة، فمان الله.